مدينة وهران ترحب بضيوفها الكرام وشوارعها الحيين وبناسها الباهيين. ما تنساوش الحكاية مبنية على تلت مراحل في التنقيط: أجواء سائدة، لهبال والنشاط وطوايش، ديكور المائدة، شبح وزيد باه طلع في الترتيب، الطبخ والكوزينة، الطياب والبناء، التقييم على 10 والربحة على 10 ملايين. مرحبا بكم في وهران صاحبي. راكم حابين تروحوا في رحلة إلى إيطاليا؟ التذكرة خالصة من عند ياسر في كوزينة وهرانية. سموني ياسر، أصحابي يعيطوا لي مستشمان، راها باينة. في عمري 21 عام، قريت بسيكولوجي ترافاي جيستيون دي ريسورس هيومان. نبغيك شغل توجو نكون في لا ناتور، نكون برا، نبغي ندير لي روندوني، لا فوتوغرافي وسيرتو الكومبينغ هكا. أنا بطبيعتي نبغي الفن بكاع أنواعه، الموسيقى. عندي واحد الوقت كنت صغير كنت نرسم الرسم وكاع. كي نكون في الطبيعة نبغي لا فوتوغرافي، باسكو في الطبيعة شغل كلشي يكون سبونتاني. هادي في الطبيعة، حنا رانا نحوزو على الكوزينة والطياب. ملي كنت صغير، ملي كان عندي 12 عام، بديت نطيب. بغيت نبارتيسيبي في ديني بريسك بارفي، باسكو شغل حاجة جديدة بالنسبة ليا. نعرف باللي نتلاقى بناس جدد، نتعرف بناس جدد، شغل يكون تحدي. دوك نشوفو كي غادي تفوت. ياسر بعت لكم لي بي تاع الرحله اللي راح ديروها مع بعض، واشدوا الفاليزه وما تنساوش الفراشط والمغارف. رحله الى ايطاليا؟ ما كانش رحله الى الجزائر. بلي عفسه تاع لي بيتزا وكاع، باسكو جو كرو كو سي لا سبيسياليتي تاعهم. من ايطاليا راح يكون حاجه فرماج. انا لي كران هذاك راح لانجليز، هذو الايطالي. التبناج توم تارا. بالنسبه لي بالك غادي تكون الصوص هكا تاع الثوم، تكون دارت الثوم في الالومنيوم، الويل دوليف، لي زيرب دو بروفانس. هذا طاجين تاع الثوم. بصح ما نقدرش ناكل ثوم غريي في التبناج. التبناج غادي يكون ثوم طارة، اللي هو ندير بان نقريه مع ثوم كونفلي، غادي نحمره بالموتزاريلا وان شاء الله يعجبهم. المقبلات عندنا البيضة مونامور. مقبلة على شكل شانسون. في المقبلات باينة بلي غادي تكون حاجة بيضاء. مونامور حاجة يبغوها كلاين. نحبها بلا سحور. من إيطاليا راح يكون حاجة فخوماج. أنا ماذا بيا نتلقى أسياس مع عمرة بلي فخوماج بلون. كلاين معروفين بلا موتزاريلا، اللي هما يعيطولها الذهب الأبيض تاني. غادي تكون عبارة عن طوماطيش، موتزاريلا، صوص بيستو، ويل دوليف. فريمون لي زاماتور تاع الموتزاريلا تعجبهم هذه المقبلة. الطبق الرئيسي ملكة كوزينة كلاين. هنا راني سير من روحي كو غادي تكون حاجة تاع لي بات. أنا من أحسن الطباخين تاع الباستا، رغم أنه ما ناكلهاش. إذا داروا لي لازانيا نحبها، وإذا دار سباغيتي جيسبيغ يديرها على دنتي. ساسبو تكون بيتزا ولا لي بات. غادي يكون عبارة عن طبق كيما نقولوا حنا بالعربية معجنات، لي بات. بعدا غادي نزيد لهم صوص تكون مخدومة بكريم ليكيد، والدجاج من الفوق غادي نخدمه فاصون شغل كيما نقولها أنا مقلي ومشوي، فيها لقطة كيما نقول أنايا. تحلية بنة تحلي ليام. قهوة. ممكن تكون موس. بتاتخي يديرونا تيراميسو ولا فلون. يقدر يكون كريم برولي. ما نعرفش التحلية تاعهم. بنة تحلي ليام اللي هي تيراميسو، ديسير معروف بزاف في ايطاليا. سي جوست كو جامي درتها بالبسكويت، توجو نخدمها بلي بودوار لا فازون، شغل كلاسيك. دوك نشوفوا الراي الضيف تاعي اش غادي يقولوا عليها. انا جو بونس هذا يكون ياسر. انا باغي نروح روما سيرتو، نبغي القش تاعهم طليان. ماما ميا. بون، اليوم نهار ثالث، رادي تكونوا عندي ضيافي، رادي نرحب بكم، سي نستقبلكم غاية، طيب لكم حاجة شابة، ورادي نطير بكم للطليان. فيما يخص ثقافة الطبخ الإيطالية فيها رشقة، شغل كيما كنشوفوا هما معروفين بزاف بالبيتزا الباستا، توجور جايين أوريجينال في الطياب تاعهم. رادي نبدا بالبولي تاعي، رادي نقيه، ورادي نستخدمه في البلا تاعي اللي هو ملكة كوزينة طليان. إن شاء الله ضيافك يقادروا الملكة ويمدوا لها النقطة مليحة. توجور يوتيليزي كورتيكس باش نشف يديا من مورا لنفسك. نشف نشف اليوم ينشفوك ضيافك. ومين راه عندنا نهار طويل، تسمى لقنا حجمة الضيوف.
النهار طويل والسهرة واش نحكي لك، غير عصب راسك مليح، الشقيقة راح تحكمك العشية. الصعوبة تاع البلاطيعي سي رادي نزيد عليه لمسة إضافية لي أنا جاي شوية نخلط في ليزيبيس ورادي نكمل فيها. أيوا كيما جات تجي. بون راني كملت درت لي زيبيس كاع لي موالف نديرهم في الدجاج تاعي، اون بليس لي غادي يطيب دقيقة تالية باش نحطه للضياف تاعي يكون حامي وبنين وطري. ياسر حتى لدرك راه يتخايل روحو في الطاليان بهاد المنيو لي بريباراسيون. ساعة قليلة ويبدا الفيلم ديافي اتاك لو بان. راني واصل في التحلية تاعي اللي هي بنة تحليلية كريم تيراميسو، غادي نديرها كيما مولف نديرها هكا ماسكاربون فرماج ريجيم. سي جوست كو جامي درتها بالبسكويت و نخدمها بلي بودوار. وعندي شغل كيما نقولوا حنايا مكون سري زدته وما رادي سي بالك يقدو يدوبينو هما دي اف تي اللي رادي جو عندي بلي دوبينه بالك من بعد ندير لها عرضه سبيسيال ليه ولا عفسه كيما هكا. يا ودي فريها مع العرضه تاع اليوم ومن بعد ساهل. كملتها طلعتها درت لها السيلوفان وراضي نديرها تبرد. يا توم اليوم عامر يدير حفله، حبيت تضمن نقطه تاع التبنات من عند عامر. هذه العجينه شغل تاع التبنات تاعي الزاوج اون كاو كش واحد ما يبغيش عفسه بالثوم شغل الثوم راه يطيب. وهذه هي الطاره. واش داك للطاليان لو كان ريحت مع خوتك هنا بكاش تبني جزيريه وراك مهني. تما نقدو نقولوا باللي راضي نضربهم تبنيجه بنينه بزاف. الصعوبه تاع التبنيج تاعي هو خطره الاولى راضي نديره جاميد ايسييت ندير التوم طاره اللي هي غارليك بريد. تما راني رايح ديرك. راك رايح ديرك لفم المدفع. والله يسلك على خير وخلاص. ما يسلكها غير بينغو كي نروحو لضياف تاعي كلش يكون آليز نقي كلش منا نروح لا ماشينا لافي طابلي بليس بينغو تساوي روعة النظافة. دروك رادي نبدا نبلاصي لا ديكو تاع لا طابل تاعي. الحاجة الأولى اللي رادي نديرها نبدا بلا ناب. غيرت هذا الموديل تاع لا ناب باسكو جينيرالمون كي تشوفها الحاجة الأولى اللي تجيك في راسك طاليان. كرادي نزيد شومان دو طابل بلون، خيرت باش ندير البلون باش نكاسي شويه لا كولر تاع لا ناب. نحط الشمع تاعي اكو بون اميرا باش تعرفي بلي مانيش نكوبي فيك، راني درت لي فلور في بلاصه البون. صح في النية يا خونا ياسر، بصح اصبر هادي تاني شفناها عندنا ميرا نورمال دخلها في النية وخلاص. وشنو الله يبارك رانا في ايطاليا ايا ضربنا بغنيه باش نعيشوا اللحظه. لا شانتا مي كانتاري هنا غيتارا ايمانو لا شانتا مي كانتاري لا 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 لا. سي بون راني كملت لا ديكوراسيون تاع لا طابل تاعي ودروك راني نروح نوجد روحي باش نستقبل ضياف تاعي. فينالمون جيت طبطبت في الباب وحل عليا ياسر دونك فريمون زعما كنت عارفه ما خلعتش بزاف مي سيتي انا كي شالوغو. ديال تاعي بداو يوصلوا تروازيام جور كان شغل بلوز اليس على لي مات لي فاتو. ايا صحتك لاباس عندي لي كادو. عامر كنت موجد له سوربريز اللي هي التوم وعجباته. جادور نهار تاع توم استقبلني بالتوم أحب حاجة عندي في الماكلة. اليوم كنت نستنى ياسر كي خرج من الأسانسير باسكو كي دارنا الموضوع رحلة إلى إيطاليا جاني هو ديريكتومون في بالي. ليندا سلام مرحبا بك كراكي لاباس تفضلي. سيت شوية كان فيه لو ستريس. سلام غير تفتح الباب كنت نقارع فيه وكان هو ياسر تقارع فيه يقول لي بونجورنو كي وصلتوا غايا صافا الحمد لله كبر بينا وعرضنا قلنا مرحبا بكم وكان ديجا انيق في الاستقبال. تم تاعي شباب عجبك شويه؟ شويه شويه سيدي غير ندوق غير ندوق
انا جي دوفيني عارف بلي نتايا سي ياسمين ما كنتش نقرا في عامر باينة بلي نتايا ان استقبال تاع شباب كيما هو ياسر عندها الروح الحلوه. مرحبا بكم عندي اونكور اون فوا بون غادي نخليكم تسيو دوفينو شو ولا تبناج اللي هو توم طارا. خذوا راحتكم ديسكوتو طلقوا رواحكم كشو راكم في داركم. شكرا لك صحة. اليوم عامر راضي يبرد قلبه بالتوم طارا وان شاء الله ما يزيدش يهضر لنا على التوم. يبرد قلبه في المنشير وي وتنطلق اعمال الشغب في ملاعب الايطاليه. جبت لهم تبناج حطيت لهم توم طارا اللي كانت هي الغارليك بريد زدت لهم عبسه ايطاليان غريسيني سي دي باطون تاع خبز درت معاهم كريم فرماج بداو ياكلوا غارليك بريد تاعنا بلاو فيه كان وتما بدا شغل الشوك. ايوا تفضلوا بصح وليزاب طلعوا بون هي دو بريفيرونس تبداو بال غارليك بريد باسكو راك حارقه شويه غير حط ياسر التبناج محروق ما راهيش محروقه شويه سي جوبان كومبلي جاب لنا التبناج كنت نتوقع حاجه لقيت حاجه اخرى قبل ما نجيبها بشويه عدد طلع موزاريلا وزدت حمرته انا سي نورمال نحسهم دي زاطاك وما من حقهم يمدوا رايهم وانا من حقي ندافع على روحي اكسبتي ما اكسبتيش او يا ايما كان لها تهضري ايما كان لها تهضري يا ما قدرتش نعدها اسمح لي ما قدرتش على بالك وحشمت اون بلوس ندير لو دي اف ما عرفتش كيف فاش ناكلها تبغي المغامرات وغامرت بينا انا في الهويه غير ردنا الرول ما كاش داخل في التام كان ناقصه صوالح باش يكون تبنج قال لك بريد نحطها مع اون سوب ولا ما تكونش وحدها الاول سانسيرمون ما عجبنيش باسكو كان فريمون لوغوس على الحروقيه طاغي باغ كونتر زواج كانت عندي اونفي كنت متحمسه باش ندوق بصح كان يابس بزاف خدمت سنيه غير البارح وحسيتهم بداو يتكسروا لي اليوم بلون بي ثاني ماشي احسن تم باسكو هذوك لي باطون كانوا فريمون يابسين على فوق اللازم تاعهم ياسر في البدايه ما تقبلش النقد رغم انه النقد كان بناء البلافان سلكاتك شنو قلتي بلي ما عليش نغمض عينيا شويه ياسر كان عنيف في رده الفعل تاعه الحمد لله اللي كملنا الماكله كومبلي بسناننا شنو ولا لا سويت لا سويت لا سويت لا سويت سي لانيماسيون السلام عليكم من جديد ني سلام ني كلام ديريكت تشوف عينيهم شاعلين يسناو فيك في الفيراج لا بالخشين هذا حاجه فيها اكريتور اه جوست موسيقى وحنا ندوفينيو شنو هي لا شانسون كان شويه كاين سوسبان باسكو ما عطيتهمش ديريكتومون شي اللي غيديروا شغل حطيت البي سي لي بابي فوالا طاف كل واحد فيكم يكتب اغنيه الانيماسيون عجبتني تاع اليوم كان فيها تنشيط امبيونس شباب يا زينة ديري لا تاي ديري لا تاي من القبسه للبراد ديت بناميره غنات اليز ماركي كانت بها غنات يا زينة ديري لا تاي ياسمين تاني كيف كيف هالناس أليز اللهم صل على المصطفى حبيبنا محمد عليه السلام أغزمو كي طاحت فيها لا شونسون اللي كتبها عامر كانت شونسون اللي نقدر نغنيها غنيتها مع بنتي مقبل تما عندي كالكو مو ليندا ليندا كانت حشمانة وهوزمون كي طاحت فيها دورمي فو فرير جاك تغنيها فاسيلمون نورمالمون كانت حشمانه كحكاك طلبت منا نبدلوها اي سي تو نيكزيستي با جيسيري دافونتي لامور درت مجهود كوراج باش غنيت وخلاني نغني ومن بعد كي حلات لي حبس ليها لي هيا برافو بديت هكا نمشي بلا كي بديت تسرح تروحي حبست لها سي بون صاي المهم اللي بدات تغني وطلقت روحها انا قلت سي بون صاي الوقت حبس لها الموسيقى قالت لي اه شغل تما ديكوفرت بلي تقدر تغني اليز نورمال
غنيت مستعرف بك مش من طبيعتي نغني ودار مسابقات غنى مشامي بنت لك هكا تغني عامر انسيستا بلي ما يغنيش عادي يقول لي المليحه اغنيه ولا قراها شعر هيا وبعد عندنا الكوراج لعامر اقرا لنا قصيده اليك الخط عامر قل المليحه في الخمار الاسود ماذا فعلت بناسك متعبد قد كان شهر للصلاه رداؤه او بيوس كانت تضحكنا شويه بس كانت غريبة الفكرة وأنا شخصيا ما كنتش نتوقعها سواء آخر حاجة نتوقعها إنه نغني لشانتامي كانتاري كلا جيتارا إيمانو لشانتامي كانتاري سونو إيطاليانو كي بدا يغني ياسر حسيت روحي في الطليان خلعنا صح برافو شكرا برافو ياسر درتها بينا خفت من العين فيما يخص النشاط اللي داروا ياسر نعطيه النقطه 7 غنينا استمتعنا شويه خرجنا لا فوا تاعنا اللي ماشي شابه للبيبليك جو فاليد 4 هو يستاهل اكثر لكن المشكل انه ما قنعنيش بزاف نمد ياسر على الامبيونس تاع اليوم نقطه 6/10 كان ان جو تاع كاروكي وماشي كاع مدير تاع اليوم كانوا باغيين يبارتيسيبو فيه كاع حكم متلقالهمش ان بلون بي قاعد حار لا ديروه للسهره واللومبيونس تاع ياسر نعطيلو نقطه 5 قلت له اذا ما نغنيش اعطيني تحدي واحد اخر حللتو خلينا نو ومن بعد العامر سمح له دروك كملنا مع التنشيط تاعنا غادي نروحوا للطابله تاع العشاء تفضلوا معايا مرحبا بكم من جديد مرحبا بكم اطابل كما يقولوا من مورا ما تبنجنا فرشقنا ضحكنا غنينا قرينا غادي نخليكم على ديكو تاع الطابله ونروح نوجد لكم لونتري تاعنا الحاجه الاولى اللي اثرتني سي الغومارا مالغري كو كوبيا نميره ديكو في الطابله تاع اليوم انا عجبتني سورتو العفسه تاع لانا بوغا اكاغويتو العفسه يديروها بزاف في ايطالي حسيت باللي قلدني في لا ديكوراسيون تاع العطب في جوج صوالح العفسه تاع لي سيرفييت كي دار هذاك لو نوتا حلفا وهذيك لا تيجون فيها وكاع حسيت حاجه قلدني فيها والحاجه زوجة تاعني كلاسيوس تاع الشمع كان يبدل شويه الديكور ولا سورتو هذا الخط بس خرج حاجه تاع الخيش بس خرج حاجه نيشان دون لو تيم لاناب اللي دارها بالعرض وزاد طواها نقصت من جمالية الطاولة كديكور. أنتي في لاطاب تاعك كانت شوية فيها ستيل إيطاليان وبعد ناتور اكزاكتومون بالك هو تاني. فيما يخص الديكور تاع الطابلة تاع ياسر نعطيه لا نوت دو 6 كان بزاف صوالح عجبوني في لاطاب صح وديرونجاني الفوليوم تاع الساتان وكان كلاسيك 5 لاطابل كانت سامبل لا ناب شابة شومان دو طاب ما جبنيش 5 لانه كان ممكن يزيد في الجماليه تاع الطابله لو كان هذاك لو ساتان طلقه على الطابله على الطول على لا ديكوراسيون دو لا طابل راح نمدلو نقطه 4/10 باسكو فريمون ما حسيتش باللي هذيك لو شومان دو طاب هو اللي شكلها عليه بزاف لا ديكوراسيون تاع لا طاب وقلدني ياسر نجي نعاونك لا صحيت بطيت بطيت يا محمد حسيت روحي نغبنت بزاف لدرجة أنه وصلت لمرحلة الجوع لأنه بطا بزاف في تحضير الديزاين تاع السلطة وكي شفنا النظرة تاع الطبق ما ياخذش حتى دي مينيت يعطيك الصحة إي فوالا شكرا أنا بطيت طولت علينا أنا بطيت كنت نستيكي فيها على جال لاصوص بيستو صنعتها دروك ولا جال الدغيساج طولت 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 انا كنت نيماجيني حيجبنا حاجه اكستراوردينير حاجه فور فينالمون دي رونديل تاع طوماط في وسطهم دي رونديل دو موزاريلا خليك تكملي كومونت دابا تقولي انت باغي نقولها انا لا وي خاص الملح صامت لدرجه ما خاص الملح واش باغي تقولي باغي نقولها ما كاش حاجه فيها تتعيب وما كاش فيها نقص ما كاش كان فيها نقص على الملح برك اللي هو كان سقده سوغ بلاص ربي معك ياسر والله ما رانا حابين نكونوا في بلاستيك دوكا بوكو ميو احسن
ياسمين كانت رادي شويه اتاكيني مي دير لي شويه ملح هنا دير لي شويه كيما هكا سي بون صاي سلكتها ديت لا فورم تاع الطوماطيس على حساب وي الفرماج جاتني اسيغون ما نعرف انا لاسيت كبيره حسيت اون شارج على لاسيت دي فاصون كل واحد وكي قانون على طريقه لازم ايه الفرشيطه والخدمه اللي ندارت صاحبي سي لا فاصون اللي تحط بها موتزاريلا والطوماط زعما سي نورمال ليندا ما درتيش بزاف سي سي هاي لا انا المعلول جاتني مسوسه فكي زدت لها الملح في الحل داكوغ تما كطل بانت البنه كانت ناقصه ناقصه لا سيزونمون جيتي فريمون فريمون ديسو ما حسيتش باللي دار ان ايفور ولا رحنا للطاليان بهذيك المقابله حسيت كاع ما خرجناش من الايروبور جوغ ماشي تاع عرض داليا كي تكبري بالناس اللي جاوك دروك غادي نروحو للطبق تاعنا الرئيسي جيسبر مطولش علينا نكون نشوفو دروك غادي نقلي الدجاج تاعي اللي كنت ديجا مارينيت الصباح دروك غادي نحكم مارغارين ماني سمعتهم كي قالوا لك ما تطولش علينا ياك ما رانيش حاب نخوفك بصح كل دقيقه بنقطه ودبر راسك ياسر جوعنا شمينا بزاف روايح وهدرنا 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 وقعنا غير شمو خرجنا التوم خرجنا الساك خرجنا غومارين تالمو جوعنا ولينا غير نخرطوا هي مملوك ما جعتوش وما طولش ما كنتوش راح تتلقوه جايز جايز الفينغا ياسر 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 ما حرام الاسيت كانت غومبوغي بزاف كانت معمره لي بات كانوا روسول صافي دير ما داش مجهود ابدا تاكل زوج بون لا لا تكون بعدا فاهمك على هكذا اللي فيه تو تنستنى يدخل طبسي لازاني ماشي كاع دي بات هذوك روسور سامبل افيك اسكالوب اسكالوب تخيلتو كاش نهار واحد عريس يطيب بال مضيافه ومن بعد يروح يجيب العروسه تاعها ديرها انت عملي لا سوربريز ريماركيت باللي عامر كان يطاكيني بزاف في ياسر كوم سيتي لا جورني تاعها كان بزاف ستريسي وكاع قعدت نسي نديفوندي عليه شويه باسكو ديجا فت عليها وني عارفه شاه جاك مال حتى ياسمين بون زعما مانيش باغي نجي كونترا كلها لا ميم هما قال لك انا نجي كونترا ولا شكون اللي جا مالح انا جاني مالح عامر قال لك بدا يدوق في الدجاج قال لي مالح انا جاني نورمال شغل ماشي جاني نورمال تاع راني جاي كونطرا لا راك غلط مي فريمون جاني نورمال كنت فاهموا عليا انا ما اسمح لي ما مجامله بصح عجبني ما ديتناش الطليان ديتنا للهند كورين واتكاجو واتكاجو خطا لا باس تاعها كانت كوري بغى يجيبها طليانيه وجابها هنديه انا يبانوا لي لي بات شويه ناشفين وكان زدت لهم اون صوص بوكو ميو يجو خير داكور هم شويه انا شفت بالي ميم لو بولي وناشف كي بدات تزيد لا سويت تاع المومو انا بديت نمد في راي نيشان ما حبست ندافع عليه باسكو كل ما كان يحط حاجه نقرع الحاجه اللي غادي تجي من موراها تجي خير مي نو هي كانت العكس رغم كل شيء متسيمون نروح نجيب لكم الديسير ونجي حسيت روحي شو راني في لا كونتين ماشي كاع تاع عرضه دا وقت كبير باش يخرج لنا بطبسي مقارون ما الاخر ياسر درك راهو يقول زيدوا كملوا عليا في الديسير وكي تجي دالتكم نوري لكم ديتنا للهند ناشف صامت عقلو عقلو لوغو تاعها كان مليح مي لا كوش التحتانيه تاع لا جينواز كانت بوكو فريمون بزاف بزاف شربها بالقهوه لاسيديتي يا سيترون يا اورانج يا فريز التحلية كانت بنات حليليام فيزوالمون شويه بان لي بلي لا ديكو تاع تيراميسو بصح في الكو تيراميسو هاك والتحليه اللي دارها ياسر هاك انا كنت نقارح فيك غادي دير لي بودوار كنت قلتها ليكيب وفريمون ساهلين بزاف بوكو ميو على هذا البسكويت اللي درته وكان رحنا في ياسر زدت لي بودوار شريتهم ويو اميره ممكن نوافقها ونتجانب الصواب هي كانت باغيتها بالأصلية اللي يخدموها اللي هي بلي بودواغ وكانت مشمخة بزاف حسيتها كيما البابا ما عرفتش علاه مي عامري انسيستي هادي باغ اكزومبل ناشفة هادي مالحة بزاف شوية راه جاي نهارك راه جاي نهارك هو جبت لك قنبلة درية ما مشي تيراميسو بصح عجبني انا صبتها اونترومي لعبتها تيراميسو فيزوالمون برافو المجهود المبذول Malheureusement, 5. Concernant les pâtes liquides,
والتحليه شويه عجبتني، اما التبلاج ما عجبنيش بوكو. بالنسبه للمنيو اسمح لي ياسر بصح نعطيك نقطه 4، اسمح لي خديت كاع الوقت، جو سوي ديزولي. ونمد لياسر على المنيو تاع اليوم نقطه 4/10 parce que vraiment c'est vrai Eliska ma assumash ma khrach fi les resultats تاعها وما كاش داير ان بلان بي. نعطيه النقطه 5، كان متوسط في الانجاز تاعه. بون يعطيكم الصحه على السهره تاع اليوم، شغل فوتنا امبيونس. بون انا بور موك شغل كان شويه تا 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 في بون سي نورمال، سي نورمال، وان شاء الله نتلاقاو غدوه ان شاء الله. يعطيك الصحه. شكرا. فيما يخص العرضة اللي دارها ياسر، تحصل على معدل 5/10 في انتظار زوج عرضات اللي بقاو.